كابتن مصطفى على ملعب ده شاهد وقعة حقيقة كنت موجود في المباراة دي ما بين الكابتن صالح سليم والكابتن ميمة عبد الحميد. كانت حصل وقعة ثقيلة شوية يعني. انما مش طرفها الكابتن صالح، كابتن صالح صريح ما عملش حاجة يعني. هو كان الكابتن ميمة عبد الحميد كان بيمسك الكورة فاتقطعت منه من محمود حسن وكان هيجيبها جون وكنا كسبانين 2-1. فكابتن صالح يعني 2-1 غير ما يبقى 3-1. يبقى ايه قريب. قريبة شوية. فراح له قال له ميمي العب الكرة على طول يا تطلع بره. وفوجئنا راح واخد بعضه في الحتة دي. خرج. وجري على بره على الأول على طول. فلعب الكابتن صالح باك فمحمود حسن بقى عليه فابتدى يمشي وبتاع وياخده مشاوير. رحت رايح لمحمود حسن قلت له مش هتلعب الناحية دي. اللعبة على يوسف الدهشوري حرب الناحية اليمين. وسيبوا الكابتن صالح. هو باك مالناش دعوه بيه. وفعلا عملنا كده وما جيناش جنبه خالص لغايه ما الماتش خلص وكسبناهم 3-1. كان بتجمعك علاقه كبيره بالكابتن صالح سليم الله يرحمه. الله يرحمه. وكانوا بيقولوا عليه كلام مش هو ما ماشي عليه بصراحه. ان هو متكبر ان هو شخصية محترمة اللي قريب منه وقعد معاه يعرفه، اللي ما عادش ما معرفوش. قول لنا بقى العلاقة اللي كانت برضو يعني بتجمعك بلعيبة الأهلي وقتها كانوا بينزلوا عندكوا كان كابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده وكان كمان حسن شحاتة وغانم سلطان وفاروق جعفر وكانوا كنا بنلم بعض وبتاع وناكل ونعمل ونتبسط. كابتن خطيب كان دايما يقول على الكابتن مصطفى رياض في كل كلامه وحواراته يعني بحكم ان كابتن مصطفى رياض بيلعب مهاجم وكابتن خطيب مهاجم فبيقول من احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر كابتن مصطفى رياض. ربنا يخليه يا رب، ده حاجه اعتز بيها، شهاده اعتز بيها من حبيبي واخويا وصديقي واتمنى له الشفاء يا رب. وانا بس عاوز اطمن عليه ضروري عشان ارتاح على الملعب ده. يعني كابتن مصطفى رياض قرر انه يرجع اللعب تاني والملاعب تاني بعد الاعتزال بعد ما كانت الترسانه في الوقت ده مهدد بالهبوط. ده كان لها قصه برضك وابتدوا كنا مبطلين بقالنا حوالي 30 يوم شهر يعني. ابتدينا قالوا لنا هترجعوا تاني فقلنا لهم المجلس الاداره اقعدوا مع اللعيبه لاننا ممكن نلعب معاهم ويعملوا حاجه يضيعوا الشكل بتاعنا. فقعدوا فاللعيبه قالت لا ما يلعبوش ومش عارف قالوا فالمجلس قال هيلعبوا. ونزلنا اتمرنا وكنا بنتمرن الصبح بعد الظهر واخش ساونه والحاجات دي كلها. لعبنا 5 ماتشات كسبنا وتعادلنا ماتش. وجبت 5 اجوان انا وشاذ جنوين ومش عارف مين واحد جاب جون تاني. وقعدنا في الدوري تاني. طب ايه حكايه مباراه ريال مدريد والمشير عامر وقتها؟ الله بقى يا المشير الله يرحمه كان ليه رؤيه تانيه بعد ما اتفقنا وكنت رحت اتمرنت مع نادي الزمالك واختاروني وبتاع والحاجات دي كلها. قال يلا الاهلي والزمالك منتخب اهلي والزمالك يلعب فلعبوا. واحنا قعدنا ورجون بس فحتى الماتش طلعت 7-1 يعني. لما كابتن مصطفى رياض كده بيقعد بقى يسترجع الذكريات ربنا يديك الصحه من بدايه نشاتك وانت ولد صغير، مين اللي كابتن مصطفى رياض عايز يقول له شكرا وساعدك في حياتك وفي رحلتك كلها؟ والله هو في ناس كتير يعني اقول لهم شكرا. كابتن حمزه عموله وكابتن راشد وكابتن علي عثمان اقول لهم شكرا وعم الشيوي على اللي انتوا عملتوه معايا وخليتوني ليا اسم وليا كيان والحمد لله على جمهور الترسانه وجمهور الترسانه. لا جمهور الترسانه ده لوحده بقى اللي كان بينزل يهتف بقى مصطفى مصطفى راح فين يا مصطفى سيبنا وتروح فين يا مصطفى يعني بحبك يا مصطفى قبل مصطفى عبده ما يتقال له. ايوه